حقيقة فوز النادي الأهلي امبارح ببطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد وتأهله إلى كأس العالم اللي هتلعب في السعودية إن شاء الله تعب ناس كتير قوي. ناس كتير قوي متضايقة من الموضوع ده، ناس كتير قوي من بعض من لا يشجع النادي الأهلي طبعا متضايقين قوي، زعلانين قوي، يقول لك انتوا فرحانين كده ليه؟ فرحانين قوي وأول مرة تفرحوا من زمان معلش أنا هعذرك، مش هرد عليك، مش هرد على حد يعني. ليه؟ لأنه أولا الهزيمة وحشة طبعا، طبعا الهزيمة وحشة، ولكن في نفس الوقت النادي الأهلي عارف هو بيعمل إيه. البطولة اللي عايز ياخدها، تخيل حضرتك كده النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة لكرة اليد. فده مخلينا مبسوطين، فرحانين، فخورين، مخلي بعض من لا يشجع النادي الاهلي من امبارح انا شايف كلام الحقيقه بقعد اضحك، والله بقعد اضحك بس ما بعملش حاجه تانية. لكن في النهايه مبروك لرجالتنا، مبروك.